بسم الله الرحمن الرحيم. إنها محنة يعني حقيقية يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومحنة مضاعفة. فهناك من جانب الغطرسة الصهيونية فهم يقتلون ويدمرون ويخربون ويفعلون ما يشاءون دون حسيب أو رقيب، وهناك من جانب آخر هناك الصمت الدولي وهناك خذلان الأنظمة العربية التي وسكوت حكام في أكثر البلاد العربية، والذين يعني لا يظهرون بأسهم وبطشهم إلا على شعوبهم، في حين أنه يعني يرون يوميا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولا يحررون ساكنا. إننا في جماعة العدل والإحسان ندين هذا العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين، وندين كل الجرائم التي ترتكب في حق هذا الشعب الأعزل، وندين أيضا المواقف المتخاذلة لأنظمتنا العربية التي مفترض فيها التي يفترض فيها أن تكون بجانب الشعب الفلسطيني، وأن تكون وأن يكون بجانب إخوانهم في معركتهم لتحرير أرضهم وبلادهم، إلا أنهم يعني يكتفون في أحسن الأحوال ببعض البيانات المحتشمة. ندعو الشعب المغربي، وندعو كل الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم ليبذلوا كل ما في وسعهم لنصرة هذا الشعب المستضعف الذي يتعرض لهذه المحنة ولمدة عقود من الزمن ولا زال صامدا. وندعو كل الشعب الفلسطيني وكل فصائله ليقفوا صفا واحدا وليأتلفوا في وجه هذا العدو الصهيوني المحتل الغاشم، فإنهم بوحدتهم هذا وبتعاونهم هذا وبتعاضدهم هذا يمكن أن يقفوا وأن يصمدوا في وجه هذا الاحتلال الغاصب. فنسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ونحن في هذا الشهر في شهر رمضان المبارك المعظم ندعو عز وجل أن يثبتهم، ونحييهم تحية خاصة لكونهم أنهم رغم الحصار ورغم كل الظروف التي يتعرضون القاسية التي يتعرضون لها ورغم اعتمادهم على إمكانيتهم الدادية المتواضعة استطاعوا أن يصمدوا وأن يثبتوا في وجه الغطرسة الصهيونية. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطاهم وأن ينصرهم العزيز المؤزرة، والسلام عليكم ورحمة الله.